الاسم المذكور الاسم تاع الكتاب ما كانش يعني مي مرات مرات انا ما عندقتش عليها مرات مكتوبه مليح كي بعض المرات يفوت تعبت تراجعها لانه موجود الكاتب ما كانش الكتاب موجود الكتاب من بعد تشوف هذا دونك هذه اللي خاطر شفتها من كلام ما فهمتش الحكم الاساتذه ونشوف من بعد كان في مخدور كان اعتقد انك دير دراسه انضط من هذا بالرغم من لمس المجهود مش يعني المجهود موجود جدا من خلال المراجع خصوصا المراجع كتابة المراجع الأفكار موجودة لكن ربط بين الأفكار هذا هو المصطلح الواجب قوله الأفكار موجودة لكن ربط بين الأفكار مش فيوش وأعتذر من أطلت وما قلناه هو للإفادة يعني بالطلب حتى وإن إحنا ما عادش نعرف الطلب حتى يكون لابد من التصحيح ضروري لأنه هذا اسم واسم اللجنة في عالم الإلكترونيات في عالم الإعلام أوكي بس الاسم هذا الاسم كيبان حتى اسم كيبان يبان اسم الأستاذ يبان اسم الأستاذ يبان كلش كيف تم ذلك لابد أن تراجع أوكي شكرا أستاذ شكرا أستاذ دكتور بهتان عبد القادر قبل أن نتمم المناقشة نسمح للأستاذ دكتور لا مش مشكلة طريق سلام طريق الخير لأنه يسكن بعيد شكرا أستاذ على كل الفوائد والملاحظات القيمة اللي بديتها لنا أستاذ تحياتنا لكل أساتذة بالتحديد الأستاذ لوكيا سمحنا في التعب نواصل إذن المناقشة يعني نطلب منكم شوية صبر لأن هذه مناقشة دكتوراه ليش ماستر ليش ليسانس يعني تتطلب وقت كبير جدا طويل فأنا بدوري عندي بعض الملاحظات باش ما نعاودوش نفس الملاحظات راح نقدم لنا بعض الملاحظات التي سجلتها من خلال تصفحي للأطروحة في البداية يعني كإخراج للمذكرة أنا أتساءل فقط عن هذا اللوجو هذا تاع المطبعة هذاك أنا شخصيا ما عجبنيش موقف التشريع الجامعي منه يعني لأنه هذه ستو بوبليسيتي المطبعة والمفروض يعني في وثيقة رسمية ما تتحطش ولكن تحطت خلص من المطبعة سلك الجامعة دونك اسال عليها الجهات الاداريه باش ما يديرولكش مشكل من بعد في الدار سي تي بوبليسيتي مجانيه يعني بون ما نعاودش نرجع للتساؤلات والفرضيات يعني قالوا فيها الاساتذه الزملاء بما يكفي فقط بالنسبه لكوفيد ما مشفناش كما قالت الأساتذة لا في العنوان ولا في الفرضيات ولا في التساؤلات كان ممكن تدخلوا كمتغير ومن بعد نشوفوا اسكو الضغط هذه راجعة للكوفيد ولا راجعة دونك التساؤلات هذه رغم النتائج اللي توصلنا لها احنا تجاوزنا هذاك لو باراديغم تاع بيداغوجيا ولا بيداغوجيا يبدو لي أننا اتفقنا على أن مهمة المعلم هي مهمة تربوية هدفها وغايتها تنمية الشخصية من جميع جوانبها والآن العالم راهو ماشي في اتجاه مهارات الحياة وقيم المواطنة مهارات الحياة وقيم المواطنة يتعلمها الطفل ابتداء من البيت ثم في المدرسة عن طريق المعلمين لأن المعلم هو المربي عندنا مصطلح آخر اللي احنا في مؤسساتنا نستخدمه باستخدام خاطئ اللي هي النشاطات الصفية والنشاطات اللا صفية كي نقول نشاطات لا صفية هل هي نشاطات سميت لا صفية لأنها تنجز خارج الصف الدراسي وقد يكون إنجازها في المؤسسة لكن ليس في الصف الدراسي أم أنها لا بيداغوجية كما قلت أنت
هذه النشاطات الصفية اللي في المجتمعات المتقدمة تعليميا، أقول تعليمية متقدمة، هي نشاطات مكملة للنشاطات البيداغوجية وتنجز فعلا خارج الصف، تنجز خارج الصف. وين تنجز؟ مثلا يهزوا الأولاد يديهم في العطلة تاعهم يديهم دانز اون ستاسيون دو سكي، علاه يروح لستاسيون دو سكي؟ يروح يتعلم، يشوف الثلج، يشوف الكائنات النباتية والحيوانية الموجودة في البيئة تاع الثلج، يحس البرودة تاع الثلج، يلعب يرفه ويتعرف على رياضة اللي هي رياضة السكي. وبعد كي يرجع للقسم راهو عنده درس عن هذيك البيئة وهذاك المحيط، وين يجي يدير حوصلة تلاميذ عن ما لاحظوه في الميدان، يروح لمزرعة بيداغوجية، يروح للمدينة إعلامية، يروح المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات السياسية، كل مؤسسات تزور. هذه نشاطات مكملة لنشاطات البيداغوجية ونسميها لصفية. لكن احنا عنا في مؤسساتنا نشاطات هي جزء من المنهاج وتنجز داخل القسم وفي التوقيت الرسمي للأستاذ، ومع ذلك نسميها لصفية. هذا أيضا إشكال آخر. يجب أن نخلي المكان قبل الساعة الواحدة والنصف. إذا النتيجة اللي وصلنا لها وتوصل فيها الدراسة تاع برينات أنه مستوى الضغط متوسط صحيح. أنا تساءلت يعني في الحقيقة، هل مستوى الضغط كما قال الأستاذ يرجع للنشاطات أو المهام البيداغوجية، ولا للمهام البيداغوجية، ولا للكوفيد، ولا لعوامل أخرى؟ دونك إحنا عندنا تساؤلات كثيرة لم نجد مع الأسف إجابة عنها. دونك نجيو تدريجيا ونحاول قدر الإمكان نتجاوز الملاحظات اللي قالوها الأساتذة باش ما نقعوش. إحنا نقدروا نسألوا حتى على إدراك الضغط. كي نقولوا إدراك الضغط، هل لو فات لأن أدرك الضغط يعني أني أعيش ضغط، أم أنني أعيش ضغط ولا أدرك أن العوامل الوضعيات هذه مدركة، عفوا ضاغطة؟ والدليل هنا عندنا في المقياس تاعك أنت، المقياس الضغط، خلينا باش نربطوا الأمور ببعضها. في مقياس إدراك الضغط العنوان تاعو أنت كاتب الوضعيات الضاغطة، الوضعيات الضاغطة. بصح كي نجي نشوف البنود نلقاها مثلا تشعر بالراحة، تشعر بمتطلبات كثيرة لديك. دونك أشعر بالراحة ماهيشي وضعية، وعليه الملاحظة اللي دارها الأستاذ. أنا طرحتها في مناقشة تاع ماستر وجاوبني أستاذ متخصص وقال لي مقياس الضغط ينبغي أن يطبق كما هو بالصفة اللي عندك الآن، لكن هذه الصفة لينطبقوا بها المقياس ما تخليكش تحس انه الوضعيه اللي يعيشها المعلم هي فعلا وضعيه مهام الساف داخل القسم. كي يجي رايح يقرر يشعر بضغط في صدره ما يقدرش يتنفس، كي يجيو داخلين تلاميذ كيف كيف يتقلق الكره ومقلق، نهار يقولوا له ما تخدمش يفرح. هذه الوضعيات الضاغطه. أنا تمنيت لو كان دخلت المتغير السن والأقدامية، عندك تحدثت عليه في الدراسة الاستطلاعية. الرتبة بصح المتغير السن والدراسة الأقدامية يدخل مع الرتبة أستاذ. لأنه لا، مش بالضرورة، مش بالضرورة، لأنه الرتبة اليوم عن مؤهل العلم، لأنه كاين واحد يتأخر في الرتبة تاعو يعني إلى ما بعد السن القانونية اللي يديرها القانون. دونك لأنه السن والأقدمية ممكن يكون متغير هو يساعد ولا يؤدي إلى دونك الدلالة الإحصائية ماشي مذكورة، نفس الشيء ما نعاودوهاش ما نقولوهاش. دونك جو باس نروحوا للصفحة في النظرية الضغط النفسي، صفحة 50
وين تتحدث نتاع النظرية الفيزيولوجية والآثار الفيزيولوجية. أنا لاحظت أنه المرجع اللي استخدمته ماهوش مرجع علمي. لماذا؟ لأنه تلقى فيه أسلوب المخاطب. وأنا ديما نقولها للطلبة، إلا لقيتوا كتاب ولا سورسيت كاين أسلوب المخاطب، عارفه بلي ماهوش كتاب علمي، ماهوش كتاب أكاديمي. ثم نجد فيه أخطاء علمية، بدليل أنه كاين أخطاء علمية في هذا الكتاب. باسكو كي نقولوا الجهاز العصبي المركزي مسؤول عن استجابة القتال أو الهروب في دماغك أو عندك هنا أسلوب المخاطب، يتدحرج المهاد. وين يروح كي يتدحرج؟ يتدحرج المهاد يعني يخرج من الدماغ ويروح. يتدحرج المهاد سي بور دير بلي الأسلوب هذا ماهوش مرجع، جو فو دير ماهوش مرجع علمي. وهو يتدحرج المهاد ويطلب من الغدد الكظرية إطلاق هرمونات التوتر اللي هي الكورتيزون، الأدرينالين والكورتيزول. ألوغ كو ماهوش المهاد اللي مثل الأمر للغدد. تحت المهاد هو اللي مثل الأمر. تحت المهاد، لأنه المهاد يستقبل الرسائل. بصح من بعد شكون اللي رجع الاستجابات؟ هو تحت المهاد. تحت المهاد يمد يتلقى من القشرة المخية والمنطقة الأمامية، ومن بعد هو من تحت المهاد، جهاز تحت المهاد، إلى الغدة النخامية، والغدة النخامية إلى بقية الغدد. هنا أنت درت الغدة الكظرية لأنه هي اللي تفرز الأدرينالين، والأدرينالين هو اللي مسؤول على التغيرات الودية وشبه الودية الأخرى الكل. فإذا فشلت CNS في العودة إلى طبيعتها، شكون هي CNS؟ إذا فشلت CNS في العودة إلى طبيعتها، دونك هذه الفقرة لازم تصححها. داكور برينات؟ نعم استاذ. اي لازمها تتصح، باسكو معلومات غير صحيحه، علميا غير صحيحه. لانه انت كي تقول سي ان اس قدرتي على الفوق لو سيستم نيرفو سنترال، داك تقصد بها لو سيستم نيرفو سنترال. اذا فشل لو سيستم نيرفو سنترال في الرجوع الى طبيعته، واذا لم يختفي الضغط، فستستمر الاستجابه. الوغ كو الخدمه هذه كل اي تتم على مستوى المشابك العصبيه. حينما الناقل العصبي يقوم بالمهمة تاعه ويختفي المثير، كاين نواقل أخرى تعاود تسحب الناقل العصبي الذي يتسبب في هذه التغيرات الفيزيولوجية. نفس الشيء عندك ديزابغيفياسيون، ماكش كاتبهم ديزابغيفياسيون، بما في ذلك يتضح لنا من خلال الشكل 8 أن تعرض فئران. إيه أنا ما حبيتكش تدير هذه التجربة تاع الفئران، خلاص كاينين تجارب على الإنسان تؤدي إلى تنشيط العديد من مناطق الدماغ اعتمادا على نوع الضغط، بما في ذلك اللوزة. اللوزة وتكتب الأ والأم والإيكغيك، كمل الاسم تاع الأميجدال، كمل الاسم والحصين اش اي بي بي ليبوكامب ليبوكامب، كمل التسميات. عندك الفص الجبهي نفس الشيء، تتوجه إلى منطقة تحت المهاد H E P هو هيبوتالاموس، كاملو نكتبو المصطلح كل. ومن بعد نجيو في تحت المهاد إلى تنشيط نظام سريع المفعول أسفل اليمين، وعندك أسفل اليسار. ما فهمتش أنا وين الأسفل اليمين والأسفل اليسار، واش تقصد به؟ دونك هذه حاول تصححها يا برينات، صححها، معلومات علمية مهمة. نفس الشيء في الصفحة 52 عندنا، ينتج الكبد تحت الضغط، ينتج الكبد نسبة سكر إضافية في الدم الجلوكوز. الكبد ما ينتجش الجلوكوز،
الكبد يخزن لنا الجلوكوز بصح يغير له الصيغه تاعو يدير جلوكوجين. دونك حنا الكبد واش يعطينا؟ يعطينا هذاك الجلوكوجين يتحول الى جلوكوز في الدم قبل الاحتراق بالتفاعل مع الاكسجين باش يعطينا هذه الطاقه اللي قاعد تحدثنا عليها. ايضا يمكن ان يؤثر الضغط على طريقه تحرك الطعام عبر الجسم. شفت الاسلوب اللي ماهوش علمي، تحرك الطعام في الجسم. في الصفحة هنا الجائحة ما زدتش نهضر عليها هنا، كيف أثرت المهام البيدولوجية ولا بيدولوجية على الجائحة ولا الجائحة كيف أثرت عليها. دونك يفالي إكسبليكي. عندنا في الصفحة 98 عندك المدرس في التعريف اللغوي للمدرس، المدرس نقطتان الكثير الدرس والتلاوة في الكتاب، والمعلم 28279. بلاكش هادي يكون هربت لك ولا خطأ. نعم بس سي أكوريجي. هنا في التعريف البيداغوجيا لغ لازم نديرو وقفة كمان، لأنه أوردت كريمة فتحي من خلال استقرائها لمعاجم متخصصة في التربية توصيفا للبيداغوجيا. وعلاه ما نروحوش مباشرة للمعاجم المتخصصة في البيداغوجيا ونجيبو التعريف تاعها؟ عندنا معجم العلوم البيداغوجية لعبد الكريم غريب، يعني عنده سنويا معجم عدد سنوي يعني شيء هذا هو لأنه كي نقول إن هي البيداغوجيا هي فن للتدريس وفعل للتدريس، ما هي شيء فن بيداغوجي، هي دراسة. هي أنكور البيداغوجيا ما تدرسناش فن التدريس، هي ديداكتيك اللي تروح لنا الفن التدريس. دونك هي هنا ما بينتناش الفرق بين البيداغوجيا وبين الديداكتيك. البيداغوجيا منهجية وأسلوب للتدريس، هي أكبر من ذلك، أكبر بكثير من ذلك. والبيداغوجيا التعبير عن العناصر التي تقوم عليها العملية التعليمية. العناصر العملية التعليمية معروفة هي المعلم والمتعلم والمعرفة أو المنهج، هذه العناصر الأساسية اللي تقوم عليها. دونك البيداغوجيا سي بلو فاست كو سا. وبعد هي تقول البيداغوجيا ليست علما بعينه، ما لهش هي البيداغوجيا ليست علما بعينه، انما هي مجموعه من العلوم متكامله. هي علم قائم بذاته لكن يتقاطع مع مجموعه من العلوم الاخرى. نروح لك يا برينات لي معليش حاول نتجاوز باش ما يجيش يخرجونا من الصال وحنا ما كملناش الخدمه تاعنا. خليني نروح مباشره للاقتراحات تاعك يا برينات. اقتراحات الاقتراحات ركزت على الضغوط، اقتراحات تاعك ضغوط ركزت على الضغوط، بصح ما كان ولا اقتراح يتحدث عن المهام، ولا اقتراح يتحدث على المهام بيداغوجية ولا غير بيداغوجية. الاقتراحات ينبغي أن تكون عملية يعني قابلة للتطبيق. كي نقولوا مثلا وضع استراتيجية عمل منظمة ودورية تنشط الأساتذة وتحفز دافعيتهم، كيفاش نحفزونا وكيفاش ننظمها؟ المقترح لازم يكون مفصل وقابل للتطبيق. نفس الشيء بالنسبة لإنشاء خليط إصغاء ومرافقة لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية لأساتذة التعليم الابتدائي. أولا لماذا نديروا لهم خلايا الإصغاء وهم ما عندهمش ضغط؟ دونك الاقتراحات لازم تكون مبنية على النتائج وتكون قابلة للتوضيح. نفس الشيء بالنسبة للخمسة، إعداد برامج إرشادية وعلاجية لتدريب الأساتذة على مواجهة الضغوط وهما ما يعانيوش من الضغوط، خاصة بجمعية أولياء العمل على نشر الوعي لدى أفراد المجتمع خاصة أولياء التلاميذ حول ما يهدد التوازن النفسي للأستاذ.
دونك حنا وصلنا الى مستويات عاليه من الضغط هنا. دونك الطبيعة اللي هدد صافي مستوى عالي هدد التوازن النفسي. دونك المعلم انا نفهم كي نقرا غير ولا اي قارئ للاقتراحات يفهم باللي مستوى الضغط راهو كبير بزاف. البحث عن العلاقة والفروق بين متغيرات أخرى بيئة المدرسة والالتحاق بسلك التعليم. أنت ربما تقول تقصد مقاييس الالتحاق، أنا هذا هو اللي فهمته منه، مقاييس الالتحاق. ثم دعم المكان الاجتماعي لأستاذ التعليم الثانوي، عفوا الابتدائي، نفس الشيء، يعني يبقى هذا كلام عام. عندي ملاحظة لازم نقولها ونحب نقولها في كل مناقشات حتى في الماستر اللي هو دائما نروحوا بالنظرية النفسية والنظرية الاجتماعية والمعرفية وكل النظريات الغربية، لكن ما نتطرقوش أبدا للنظرية القرآنية. والنظرية القرآنية خاصة في الجانب النفسي والجانب الفيزيولوجي عندها قيمة يعني خرافية. Je veux dire ce que je dis. يعني قيمة خرافية. فيها الوقاية كاملة وفيها العلاج الكامل خاصة بالنسبة للضغوط النفسية. دونك لماذا لا ندرج، وهذه يظهر لمسؤولية كل الأساتذة وكل الطلبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا بلغوا عني ولو آية. غدوة يوم القيامة بنوفوا قدام رب العالمين يسألنا حال الأساتذة خاصة وش كان دوركم في التبليغ، هل بلغتم أم لم تبلغوا. أي كل نظر صحيح. رايحة نختم فقط بهذه المقاييس الالتحاق. ونتمنى وقلتها ديما نقولها في التجمعات الرسمية سواء مع مديرية التربية ولا مع المعلمين ولا المفتشين ولا المسؤولين الإداريين، ضروري جدا تغيير مقاييس توظيف المعلمين. وما ينطبق، وهذا ينطبق على كل المهن مش غير مهنة التدريس فقط، لأنه المهنة تتطلب استعداد، والاستعداد هو القدرة الكامنة التي يولد بها الفرد يعني في الطرية طهر رب العالمين، والتي تؤهله مع التعليم والتدريب والممارسة لأداء نشاطه بسهولة بسرعة وبإتقان. هذه الخصائص الثلاثة نلقاها فقط عند الشخص الذي يحمل هذا الاستعداد القوي. دونك بوركوا با حنا كي جيونا المترشحين للتعليم ولا لأي مهنة أخرى نقيسوهم عن طريق الاختبارات النفسية التقنية المقننة الاستعداد لمهنة التدريس. دونك هذا أنا جو نو سوي با فات بور لونسينيومون، ما نتوظفش في التعليم. Je dois être orienté vers un autre métier. وهو التوجيه، ماهوش يحط من قيمة الناس اللي ما نقبلهمش في التعليم. ما أنا من هنا وروح يعني. إذا كان يلقاو فيا ما عنديش الاستعداد يوجهوني إلى مجال آخر. وهنا فقط نضمن لو كان نطبقوا هذه القاعدة في اختيار وتوظيف المعلمين وحتى الأساتذة الجامعية، حتى الأساتذة الجامعيين، راح نضمنوا كل واحد في المكان المناسب ليه، وكل واحد راح يؤدي المهام تاعو بسهوله بسرعه وباتقان. ما سي ترو بو بور اتر فري داكور، مي سو ني با لا مير ا بوار. يعني هي حاجه في المتناول ويمكن تطبيقها ومطبقه في الدول التي تحتل الرياده الان في مجال التعليم وفي مجال العلم وفي مجال البيداغوجي. ساكتفي بهذا القدر. نشكر الجميع على صبرهم، ونشكر الطالب على العمل والإنجاز، وأشكر جميع أساتذة زملائي على هذا الاقتراحات والملاحظات الدقيقة جدا، هي فعلا دقيقة جدا، نتمنى أن تؤخذ معي الاعتبار ليس من طرف المترشح فقط إنما من طرف الحضور والطلبة المستقبل. شكرا للجميع. الآن المداولات، إذا كان قبل المداولات نشوف لا نشوف إذا كان عندك جواب تفضل أعطينا بسرعة جواب. الوقت ما فيش هنا سؤال نجاوب عليه هنا.
تغيرتش. لا هي الملاحظه اللي قال لك غير غير واللي قال لك صح صح اللي كان ما تطلبش جواب. يظهر لي الاستاذه طرحت سؤال وقالت لك كان يخص الاستاذ مهتم سماها سامحيني المقال اللي استدليت به ليس مستلمنا الاطراح لانه وقت التطبيق والعينه كانت قصديه. معليش سامحني استترك من المواصل. ليش مش هيك مقال مستلم الدكتوراه بالموضوع مش هيك مقال حقيقي. اما فرضتوا علينا انه يكون من متغيرات دراسه وعندنا علاقه في الواحد. الموضوع اذا ما اعتقد لا ليش لأنه مفروض علينا لا معليش استاذ كان زيدو حفيظ لا على بالي لأنه مفروض علينا انه يكون عنده علاقه وكيف ما نقدر نوظف المقال في الاطراح فيما يخص تطبيق استاذه تاني لماذا تحصلنا على متوسط على تحصلنا على درجه متوسط لماذا لانه وقت تطبيق الدراسة الاستطلاعية مرتفع كان مع نهاية كان بنسبة 90 يوم كان بداية في الريماستر الثاني ثلاثي الثاني وثلاثي الثالث لاحظنا باللي الضغوط ارتفعت مع نهاية السنة الدراسية ولكن في المقابل الدراسة الأساسية اللي ألزمنا بها كوفيد عطاونا شهرين فقط في مديرية التربية وبعد قبل ما ينتهي الدراسة الأساسية تم غلق المدارس وهذا مفروض عليا أنه نطبق. في المقابل أستاذ عند العودة تاعو من العطلة الصيفية أنه عنده قسم أقل عنده مهام أقل لأنه مهمة الإطعام أصبحت مهمة الإطعام تقديم فقط وجبات في الأكياس ولم يكن الجلوس وإطعام الأطفال والمسكونة والحوايج هذيك. فيما يخص ثاني ولو يدخل مباشرة ممنوع وقوف التلاميذ أثناء في الصف ولا الطفل مباشرة يدخل مع الأستاذ للقسم حيث المراقبة التلاميذ أيضا في الساحة وينفرضوا عليهم التباعد الاجتماعي ولا كل أستاذ راح يحكم مثلا التلاميذ تاعه في مساحة معينة ما يخليهمش يحتكوا مع الناس آخرين. هي غيزون دو بلوس صوفيا باش يدير الكوفيد كمتغير في الدراسة حبينا نغيروا ونزيدوا الكوفيد كمتغير الأستاذة اقترحت على اللجنة العلمية ولكن قلت لنا باللي خاص السنة الثانية تاعنا كانت في الكوفيد كانت بعد انقطاع الدراسة درنا دكتوريال هذيك حبينا بعدها نغير الموضوع أمر من السيد رئيس الجامعة والسيد نائب رئيس الجامعة ممنوع تغيير الموضوع بعد السنة الثانية لأن احنا لمسنا الأهمية تاعو وقتها كي وليت ندخل مثلا المؤسسة التربوية بصفة رسمية ولكن غير طالب دكتوراه كصفة كفاعل في تحسيس وتوعية بتطبيق البروتوكول الصحي بالتزام البروتوكول الصحي. فيما يخص الجداول جدول الأستاذ المكناسي والعديد والعديد من الجداول الأستاذ تم تلخيصها وليست فقط وليست مستلة من مرجع ولا من دراسة كما لاحظوا الأستاذ المكناسي ثلاث صفحات أنا حاولت نلخصها كاملة وترجمها فقط في جدول واحد. كان الجدول الثاني تاع نماذج الضغط النفسي حاولت نماذج استراتيجية تكيف الضغط النفسي هي تقريبا 20 صفحة واللي حاولت نلخصها كاملة في جدول لأنه احنا على بالنا بلي الجدول الملخص راح يكون عنده فائدة أكثر من عناوين وين تكون حتى للمتلقي ولا القارئ يقدر يستفاد منها. أما من ثلاث صفحات قلبتها في جدول واحد في صفحات الأستاذ المكناسي بس كنت تهز مثلا أهبيت مثلا هذيك دراسة مهتم ما تحطش مهتم تهز مهتم وش هي جبدة بعد المناقشة وش كاين في دراسة المناقشة كاين مناقشة ومن بعد المناقشة كاين حاجة يسموها رأي البحث رأي البحث دير في صفحة 10 صفحات هذيك تهزها تقول تاع البحث ما بين داخل النص ما تقدرش تقول تاع البحث نفس الشيء كان مثلا الاستاذ فضل قالت لي باش المثال واضح راح نتاعها واضح قالت روح للمرجع الديكسيونير ديريكتور راح المفاتيح للاصل نروح للمصدر اسمه الاقتباس من الباطن. هل الاقتباسات من الباطن قلنا رساله الدكتوراه تضعفها البحث في الدكتوراه لا يلجا اليها هو نقطع من جهه نروح للمصدر مباشره دكتور نروح نهز من المصدر ان اردت ان تضعف دكتوراتك روح الاقتباسات من الباطن
إذا أخطأ بس ستخطئ نفس الخطأ. روح انت. الإنسان يبحث المصدر وهذا اللي يخطئ في المعارض. هتروح كيما راك زايدة. وما سيرتي. لا تكسح وأخطأت. شكرا يا رينات، شكرا، نكتفي بهذا القدر ونستسمح الحضور في المحاضرة. لا تبقاو قاوتو، احنا اللي نروحو. Thank you.